بالإعلام منذ سنوات الدراسة الأولى من خلال مشاركته في الإذاعات المدرسية والأنشطة الإعلامية. وفي الجامعة لم يحالف الحظ لدراسة الإعلام فالتحق بكلية الحقوق، لكن ذلك لم يحول بينه وبين طموحه الإعلامي، فأصبح المسؤول القانوني لأول وأقدم صحيفة رسمية في عدن. إنه الإعلامي الحقوقي صفوان الشرجبي. الإعلام هي رسالة، وإما أن تكون هذه الرسالة إما أن تكون يعني رسالة إنقاذ للمجتمع وللفرد من الناحية الفكرية، وإما أن تكون يعني رسالة هدم للفرد والمجتمع. لذلك هناك قانون يضبط هذه المسألة، فقانون الصحافة رقم 19 هو قانون يعمل على ترتيب وأساسيات العمل الصحفي والإعلامي. يؤكد صفوان الشرجبي وجود ارتباط وثيق بين مجالي الإعلام والحقوق، وهذا ما لمسه من خلال هوايته الإعلامية وعمله القانوني في صحيفة 14 من أكتوبر. أهم الكتابات التي أحب أكتب فيها هي المواضيع ذات الصلة بالمجتمع. لماذا؟ لأنها أكثر يعني جاذبية للقارئ. حينما يكتب طبعاً الإعلامي أو الصحفي أو الكاتب عن موضوع يخص المجتمع كالبطالة، الفقر، الحقوق بشتى أنواعها، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق المواطنة، هذه تكون طبعاً إيش؟ أقرب للقارئ. أيضاً أحب أن أكتب بمجال تخصصي اللي هو القانون، وأربط طبعاً هذه المواضيع سواء كانت حقوق أو واجبات أو مواضيع ذات صلة في المجتمع نفسه بالقانون، لأن القانون هو الأداة المنظمة لهذه الأمور ومنظمة للعلاقات كافة ما بين الناس. يرى صفوان أن الثورة المعلوماتية جعلت الإعلام في متناول الجميع وأثرت على مستقبل الصحافة المقروءة، لكنها في المقابل أوجدت بيئة إعلامية بعيداً عن المبادئ الصحفية ومعايير المهنة. قبل أن أتوظف في صحيفة 14 أكتوبر وأصير واحد طبعاً من أسرة 14 أكتوبر الذي أتشرف أن أكون يعني واحداً منهم، لأنها فيها من الهامات والقامات يعني الكبيرة العظيمة من الأساتذة الذين يعني تتعلمين منهم دائما باستمرار. كنت أكتب فيها قبل أن أتوظف. بعد توظيفي فيها طبعا قلت الكتابات بسبب ماذا؟ الانشغال بالعمل، طبيعة العمل وطبيعة المرحلة الذي يعني تتطلب الاهتمام مثلا بالجانب العملي وحل المشاكل وحل النزاعات، ايضا الاشراف على بعض الامور، اعداد المشاريع للقرارات الاداريه. توقفت عن الكتابه، لكن لم اتوقف توقف نهائي، انما يعني احيانا اغرد بتغريدات. تمام، هي في الاصل يعني عنوان لمواضيع اجتماعيه، وانما ان شاء الله سنعود للكتابه قريبا، سوف يكون يعني لدينا عمود في الصحيفة أتكلم فيه أو أكتب فيه يعني بعنوان تحت مستشارك القانوني، سوف أتحدث فيها عن بعض المواضيع ذات صلة طبعا بالمجتمع وبالفرد، ونقدم فيها إن شاء الله بإذن الله الحلول، ونعطي أيضا الاستشارة إن شاء الله للمتصلين أو المتواصلين معنا عبر الصحيفة. يربط صفوان الشرجبي في كتاباته الصحفية بين القانون والصحافة، ويختار مواضيعاً تمس قضايا الناس بشكل مباشر، ويسعى لكتابة عمود دائم في صحيفة 14 من أكتوبر عن التوعية القانونية. في هذا أو في هذه الفترة تعاني الصحافة والإعلام من يعني معوقات. أول هذه المعوقات والكل يعلمها طبعاً وجود الانقلاب الحوثي الصفوي واختطاف الصحفيين وعدم يعني إتاحة الفرصة لهم بالكتابة والتعبير عن الرأي. أيضا الخطوة أو المعوق الثاني عدم الالتزام
بقانون الصحافة بشكل تام. أبسط يعني هذه المعوقات هي طبعاً إصدار بعض الصحف والإذاعات دون تراخيص، دون تراخيص حسب القانون، أفهم لك كيف؟ مما قد يتسبب بمشكلة. ما هي المشاكل التي قد تتسبب بها هذه الأمور؟ طبعاً حينما تكتب صحيفة أو إذاعة تمام مسموعة قد تقع في أخطاء، قد تقع في أخطاء، قد تقع طبعاً في سلبيات على في أفراد المجتمع، فلن تستطيع محاسبتها لأنها هي بدأت أصلاً بدون ترخيص. وفي كل الدول طبعاً في كل الدول يعني لا يمكن أن تصدر صحيفة أو يعني تنشأ وتؤسس إذاعة أو قناة إلا بترخيص وفقاً لقانون الصحافة. الانتهاكات الصحفية من أهم المعوقات التي يواجهها الصحفيون في اليمن كما يقول صفوان الشرجبي، خاصة في ظل أوضاع الحرب والفوضى وغياب دور القانون ومؤسسات القضاء. رسالتي الأخيرة طبعا أقول أيها الإعلاميون، أنتم ملح البلد، فلا يعني أنتم ملح البلد، فمن من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني رسالتي لزملائي الإعلاميون أن يتحروا الصدق في الكتابة. النقطة الثانية أن لا يكونوا يعني أداة هدم، وإنما أن يكون يعني أداة للبناء. ثالثا علينا أن نعيد الثقة للقارئ، صار القارئ الآن لا يثق ولا يصدق ما يكتبه الإعلاميون لأنها بين يعني حدين أو بين فكين، إما أن تكون تطبيل غلو في الكتابة وإما أن تكون تشويه لسمعة آخرين. فالصحافة والإعلام هي رسالة، هي نبأ، هي تبليغ الناس وتوعيتهم. لا نخفي عنكم، كلنا قد سيطر الظلام على إيش عقولنا، فالحياة كلمة، والإعلامي يستطيع بهذه الكلمة أن يحيي وطن وأن يحيي فرد وأن يبعث الأمل في هذا الوطن وفي أفراد هذا الوطن، في هذا الوطن الذي قد يعني استولى على قلبه وعقله اليأس. فعلى الإعلاميون أن يكتبون وأن يبعثون الأمل والتفاؤل لهذا الوطن، ودائما أقول وأكرر القادم أجمل بإذن الله. الإعلام هو صوت المجتمع وضميره الحي، هكذا يصف صفوان الشرجبي دور وسائل الإعلام ويحث العاملين فيها على إعادة ثقة الناس بالإعلام من خلال تلمس المصداقية ونقل الحقيقة.